ساندري عميد مجمع الكنائس الكاثوليكية أنه سيجري التبرع السنوي للأراضي المقدسة في يوم الجمعة العظيمة الواقع في 14 من نيسان المقبل، ناقلا إليهم امتنان البابا للمتبرعين الأسخياء. بالنسبة إلى الكاردينال ساندري، يحتاج الوجود المسيحي في الشرق الأوسط أن يشعر بدعم وقرب الكنيسة منه، ولذلك دعا باسم البابا إلى استخاء العطاء وإلى الصلاة من دون توقف على نية المسيحيين في تلك المناطق، معتبرا أن ذلك يشكل الرابط الأخوي الذي يجمع الكنيسة الجامعة بالكنيسة الأم في أورشليم، مشيرا إلى الوضع الدقيق للمسيحيين في العراق وسوريا ومصر، حيث يختبر المسيحيون مسكونية الدم التي دائما ما يتحدث عنها البابا فرانسيس. وأضاف ساندري أن مساندة المسيحيين في الشرق يساعدهم على الجهاد ضد ترك أرضهم وإيمانهم الخاصل، لافتا لأنه غالبا ما يخضع هؤلاء المسيحيين للعنف والتمييز اللذان يهددان حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن المحافظة على الرجاء هو أمر صعب وبالغ الأهمية في الوقت نفسه بالنسبة لهؤلاء المسيحيين. وأضاف ساندري أن السخاء يساعد الجماعات الكاثوليكية في الأراضي المقدسة والجماعة اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة وغيرها من الجماعات الشرقية، ويسمح للرهبانات والجمعيات المحلية أن تساعد الفقراء بشكل ملموس وكل المتألمين نتيجة كل إثنية وطائفة من دون تمييز. هذا وسيعود هذا التبرع بالفائدة على آلاف الأطفال والشبيبة الذين هربوا من العنف والاضطهاد في سوريا والعراق واستقبلوا في المدارس المسيحية في بلدان مجاورة. ثم ختم الكاردينال ساندري رسالته متمنيا للمسيحيين بأن يكونوا صانعي سلام، راجيا أن يسكن السلام في قلوبهم، بالأخص في قلوب إخواتنا وأخواتنا في الأراضي المقدسة والشرق الأوسط. هذا